الآن ينضم إلينا مراسلنا ضياء الناصري من العاصمة الأوكرانية كييف. صباح الخير ضياء. إذا انتقاد أوكراني لاقتراح الوساطة الفرنسية وانتقادات كبيرة خاصة في ظل ما يجري في سيفيرودونيتسك. صباح الخير. دعني أولا أن أبدأ بهذا الخبر العاجل. منذ قليل تم استهداف العاصمة، أطراف العاصمة كييف، وهو طبعا الاستهداف الذي لم يعني توقف استهداف العاصمة منذ حوالي 48 يوما. وهذا الانفجار حصل في منطقة دارنيتسا في محيط العاصمة، يعني في داخل المدينة، أحد أحياء العاصمة، واستهدفت الغارة الجوية محيطها. وطبعا وسائل إعلام محلية نشرت صور لأعمدة الدخان ولحظة الانفجار، وكانت صور مظللة، يعني لم يسمح على ما يبدو بالتقاط المكان الذي تم استهدافه. القيادة العامة هنا في أوكرانيا قالت بأن في بادئ الأمر تحدثت عن استهداف مراكز مدنية، ثم بعد ذلك قالت بأنه استهداف مراكز مدنية وعسكرية. قبل يعني دقيقتين ربما تحدثت المصادر العسكرية بأن عملية الاستهداف تمت نتيجة إسقاط صاروخ روسي أراد يعني استهداف العاصمة، وطالبت السكان بالبقاء في الملاجئ ساعة يعني إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة كييف. هو الاستهداف الأول إذن منذ 48 يوما. آخر استهداف كان عند زيارة ممثل أو الأمين العام للأمم المتحدة إلى كييف في 28 من نيسان الماضي، وهذا هو الاستهداف الثاني. منذ ذلك الوقت كل السلطات المحلية والعسكرية تتحدث عن عودة الهدوء وسيطرة القوات العسكرية وسيطرة المضادات والدفاع الجوي الأوكراني على سماء العاصفة، وطبعا الوعود حتى التي تحدث عنها نائب رئيس أو نائب العمدة عمدة كييف عندما التقيناه قبل يومين، وقال أن التحصينات أصبحت كافية لرد أي اعتداء أو عدوان على العاصمة. إذن هذا هو ربما الخبر الأبرز. بالعودة إلى موضوع الحبوب وأزمة الحبوب، دخلت أيضا الأمم المتحدة على خط التسوية بعد المبادرة التي طرحتها فرنسا وأنقرة من أجل تأمين ممرات آمنة لإخراج كميات هائلة من الحبوب المكدسة، والتي تقدر بمئات عفوا ملايين أطنان من الحبوب المكدسة داخل أوكرانيا، والتي لم يتم تصديرها بسبب الحرب طبعا. ونقلت مصادر دبلوماسية عن الجانب الروسي بأنه مستعد لتأمين إصدار أو تصدير هذه الكميات. من كييف شكرا لك مراسلنا ضياء الناصري.